ارسنال ومانشستر يونايتد رد فعل على المباراه ديربي من ديربيات الدوري الانجليزي. ارتيتا في مواجهه تنهاج ارسنال بالعلامه الكامله داخل المباراه. مانشستر يونايتد ده داخل المباراه بتسع نقاط، لو كسب النهارده بقى عنده 12 نقطه. قبل ما المباراه تبتدي كده سريعا توقعاتك. والله انا شايف 3-1 يونايتد. طب ازاي انت بتتكلم بتلعب ارسنال؟ ارسنال بادئ مباراه بادئ بدايه قويه في الدوري الانجليزي، ازاي توقعك؟ والله انا كمشجع اليونايتد يعني فايه، انا شايف ان المفروض ان تنهاج يكون نازل بنيه ان هو يفوز، وانا شايف ان اليونايتد يعني هذا ماتش حلو وهيكون ماتش صعب على الفريقين، بس انا شايف ان النتيجه دي هتكون. طيب توقع محمد اصلان هو 3-1، واللي مش عارف محمد اصلان فمحمد اصلان هو الضيف المعتاد معانا من القناه الاولى، وعايزين بقى القناه الثانيه دي تمشي شويه كده والمشتركين يعملوا فيها زي القناه الاولى. المباراه بتبتدي خلاص وبدايه اهي المباراه، وان شاء الله نستمتع بالمباراه وتستمتعوا برده الفعل. بس قبل ما نبدا نشكر نوفا فاز الجرس وبتحضر لايك وشاركني في كل مكان، ويلا بينا على رد الفعل. بدايه قويه جدا قوي من مانشستر يونايتد على ارسنال. مانشستر يونايتد ماسك الكوره، وادي اول هجمه لارسنال. مانشستر يونايتد اول هجمه لمانشستر يونايتد، الكره اتعملت بالعرض كويس قوي لكن دفاع ارسنال شالها. خيسوس عايز يعدي بالكره من كل من كل لاعبي مانشستر. كره عرضيه وريكسان، يا جون دي ولا ايه؟ دي بره. يونايتد بادئ بدايه قويه. بقول لك البدان نازل هجمه خطيره جدا. هجمه الثانيه يونايتد في 10 دقائق هجمتين. هجمه ارسنال هدف، جول. هدف اول ولكن ايه ده؟ هدف اول ارسنال 1-0. فيها فاول 1-0 ارسنال، والحكم واقف ومستني الفار. ايه ده؟ بس هدف جميل جدا، مين اللي جابه؟ مين؟ هدف جامد جدا جدا اتلعب من ساكا من الورد قدام، والفار دخل هدف. ترجع تاني 0-0 اتلغى، والفار بيلغي الهدف. ايه ضربة جزاء يا ساكا؟ فيها بلانك تمثيل يا عم، ده ياخد انذار. طب يا ساكا ما تلعب على الكوره يا ساكا، استغفر الله العظيم يا رب. ساب الكوره وراح يقع قدام اللاعب. هوبا ارسنال ابتدى يمسك كرة وابتدى يعمل هجماته. ارسنال ابتدى يعمل هجمات بعد تراجع كان وحش خالص في بدايه المباراه. كره عند راشفورد، انتوني هدف اول لمانشستر يونايتد عن طريق انتوني بعد كوره جميله قوي من راشفورد لعبها في مساحه فايده عند انتوني. فين الدفاع؟ فين الباك؟ بدايه سيئه جدا لارسنال وهدف اول. واحنا في الدقيقه 35 طبعا بعد هدف يونايتد الريتم هدي خالص والجو هدي في الملعب. انا ما اعتقدش الشوط الاول هيخلص 1-0 على ما اعتقد. كره فاول في اخر الشوط، يا ساكا شوطها عدل. يعتبر شوط اول بينتهي بنتيجه 1-0 يونايتد، جليتش ونيجي الشوط الثاني. يا ساك يا اخي ما تعمل عرضيه عدله يا اخي، يا ربي يا ساكا. ساكا ما في يعني تركيزك، زود تركيزك في حاجه غلط. يا الهجمه الثانيه في الشوط الثاني فوق. ساكا مش عارف، ما فيش تركيز في العرضيات خالص من ساكا، انا مش فاهم. جو ساكا التعادل. ساكا بيحرز هدف التعادل بعد خطا دفاعي. يعني ساكا عمال من اول، انا من اول الفيديو انا عمال سبحان الله بيجي من اضعف لاعب في المباراه من وجهه نظري. ساكا عمل كل حاجه في المباراه بس كان بيعمل كل حاجه غلط. وادي هدف كمكافاه، هدف التعادل لارسنال في الدقيقه 60. تعادل لارسنال. اوه هو 4 دقايق بس، يعني هو 4 دقايق بس، يعني نفرح 4 دقايق بس. 2-1 لمانشستر يونايتد، يعني يا دوب 4 دقايق بعد هدف تعادل مانشستر يونايتد يعود في المباراة ويبقى 2-1 مانشستر يونايتد.
هل من عوده بقى؟ اكيد مفيش عوده لارسنال. اداء مش حلو خالص لارسنال في بدايه الشوط الثاني. اي نعم هجمتين حلوين، مفيش حاجه خلاص. بتنتهي المباراه بفوز مانشستر يونايتد على ارسنال بالثلاثيه مقابل هدف توقع صحيح، نتيجه فوز يا باشا. انا ملك النقطه رقم 12، ولكن انا توقعت قلت ان اول 6 جولات لارسنال ممكن يطلع ب 14 نقطه او 18 نقطه، طلع ب 15 نقطه. ولكن اداء وحش خالص لارسنال النهارده. ارتيتا انا مش عارف كان في ايه في المباراه، ساكا اداء مش حلو خالص، ولكن بيجيب هدف ربنا بيمشيه مع اللي مش ماشيه معاه بصراحه. بينتهي رد الفعل بتاعنا النهارده، بس قبل ما تمشي على طول خليك معملها في الحمام الشكر، ان هو فعل زر الجرس. نظبط احضر ايه، دمتم في امان الله.